السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يتجدد لقائنا معكم اليوم في برنامج أزمة أخلاق. المرة اللي فاتت كنا تكلمنا في فن الإتيكيت، تكلمنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوجات، تكلمنا عن آداب وذوقيات الطعام والشراب، تكلمنا عن ذوقيات الإسلام وفن الإتيكيت في الاستئذان والضيافة. النهاردة هنتكلم في موضوع مستكملين فن الإتيكيت في المنظور الإسلامي. هنتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب الإتيكيت المعاصرة. خلوني الأول أرحب بالسادة المشايخ. معنا فضيلة الشيخ أيمن. مرحبا بفضيلة الشيخ أيمن. أهلا بيك أستاذ أحمد، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. أحب كمان أرحب بالأستاذة إيمان مرعي، الباحثة أو الواعظة في مركز البحوث الإسلامية. مرحبا. مجمع البحوث الإسلامية. أهلا وسهلا ومرحبا. خلوني أبدأ سريعا لأن الوقت عندنا ما بيكفيش، بيدهمنا باستمرار، فخلوني أبدأ مع الشيخ أيمن. فضيلة الشيخ، اتكلمنا عن أخلاق النبي مع الزوجات، اتكلمنا عن أخلاق النبي مع الآداب الإسلامية في فن الضيافة، في فن الطعام، في إزاي النبي كان بيتعامل مع الزوجات. عايزين نعرف ونكمل موضوعنا، كيف كان النبي يتعامل مع الأطفال؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الرقي، صلى الله على من علم الدنيا بأكملها الأدب، الله، وحسن التعامل مع الآخرين. الله. فالغرب لا يأخذون معاملتهم إلا من دين الإسلام ونبي الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا بأكملها الخلق، وشهد الله تبارك وتعالى له بذلك: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه. فبداية عايزين كده نبتدي حلقتنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلى الله عليك يا عالم الهدى، يا من علمت الدنيا بأكملها فنون الجمال وفنون التعامل. احنا طبعا لو قعدنا نتحدث عن اخلاق النبي ورقي النبي وفنون النبي في التعامل مع الاطفال ما انتهينا. انت بتتعامل مع اجمل وارق مخلوق خلق على ظهر هذه الدنيا، صلى الله عليه وسلم هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه. عايزين احنا طبعا الناس بنتكلم على فنون الاتيكيت لكن من منظور الاسلامي، لأن سيدنا النبي هو اللي علمنا الأدب، فن الأدب، فن الحوار، فن التعامل مع الآخرين. فكل حياته كانت فيها رقي في المعاملات. احنا طبعا بنعلم الناس ازاي يتعامل، طبعا مش شرط مع الأطفال الخارجين فقط، ده انا ببتدي من أهل بيتي، من أطفالي، أولادي، أحبابي، لأن في آباء بتتعامل مع الأبناء بطريقة غير راقية. في واحد بيتعامل مع ابنائه بعنف، فظاظة، بشدة، ببظاظة، بغلظة. لا، احنا عايزين نتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الرقي. شوف ازاي كان بيتعامل. اولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي السلامة على الصبية، على الأطفال في الطرقات، يسلم عليهم. وكان طبعا ده بره، داخل البيت بقى كان بيداعب الأطفال، يلعب مع الحسن والحسين، كان بيلعب مع أحفاده من بناته، كان في الخطبة يرى الحسن أو الحسين داخل المسجد، ينزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر عشان يحمل الحسن أو الحسين، يحمله ويصعد بالمنبر ويكمل
ويكمل ايه الخطبه يا شيخ احمد. كان الحسن والحسين بيتصارعوا امام بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يفضل يشاهد المنظر بابتسامه عشان دول اطفال. الحسن والحسين كانوا بيصعدان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لهما نعم الجمل جملكم. الله يعني الله. عايز لو قعدت احكي لك على المواقف عشان تعرف ان انت ازاي تتعامل مع ابنك خصوصا لما يبقى لسه طفل. ابنك لازم تحببه، لازم تحسسه ان هو كل شيء في حياتك، ده ليه معامله خاصه، ده طفل اخطا اتعامل معاه بلطف، ما عاملوش بعقل انا، عامله بعقله هو بعقل سنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل باجمل ما يكون، يجي بيصلي الحسن او الحسين يصعدوا على ظهره ويفضل يطيل في الصلاه. في بعض من الصلوات الصحابه يعني خافوا، النبي صلى الله عليه وسلم اطال في السجود، فبعد ما انتهت الصلاه يا رسول الله والله يعني حسبناك انك قبضت ان انت مت، قال بلى ولكن صعد حفيدي او الحسن او الحسين على ظهري فخشيت ان يتاذى، ففضل ساجد لغايه ما يعني نزل، فضل ساجد لحد ما هو نزل من على ظهره خشيه على الطفل. كان يقبل الصبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقبل اولاده. شوف بقى عشان في ناس ما عندهاش رحمه، انا اعرف يعني في ناس غليظه كده في المعامله، ابنك ده حبيبك لما تقبله كده تحسسه بالرحمه، تحسسه بالالفه، تحسسه ان انت حبيبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الصبية، ففي يوم رآه الأقرع ابن الحابس فقال يا رسول الله أتقبل الصبية؟ إيه ده؟ هو أنت بتقبل الصبيان يا رسول الله؟ قال بلى. قال يا رسول الله عندي من الأولاد 10 ولم أقبل منهم أحد، ده أنا عندي 10 أولاد وأبدا ما قبلتش فيه ولا واحد فيهم في حياتي. بس شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. شو بيعلموا ان دي ايه؟ رحمه. الله صلى رحمة. الله عليه وسلم. فانا لو قعدت اكلمك عن معاملته مع الاطفال والله ما انتهينا. كان يقف رسول الله ويصفف الصبيه ثم يجعلهم يتسابقون ثم يضمهم في صدره الاول فالاول. يضمهم في صدره يتسابقوا، اللي يلحق صدر النبي الاول النبي يضمه. هذا من فن الرياضة وكمان من فن المواساة للأطفال، اللعب مع الأطفال رغم كل ده. النبي كمان ده القائد، ده هو المسؤول الأول في الدولة، ده هو اللي بيأسس، عايز دعوة، عايز يعني الانشغالات بقى اللي بندعيها والكلام ده، ده ما فيش حد منشغل زي النبي. هنرجع لحضرتك تاني يا شيخ أيمن. دكتور إيمان، كنا تكلمنا عن اتيكيت الطعام والضيافة والاستئذان، كنا عايزين نتكلم عن اتيكيت الشراب. يعني في دلوقتي الناس بتشرب بطريقة، يعني عايزين نعرف احنا بنشرب صح، اللي بيشرب واقف، اللي بيشرب المشروبات الساخنة او السائعة، المية حتى، احنا بنشرب صح ولا في حاجة غلط، حاجة مش لطيفة؟ طيب احنا نستكمل ان شاء الله. اولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انا نسألك الاخلاص لك في النية والقول والعمل، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اتكلمنا عن الزيارات وانهناها، واتكلمنا عن الطعام، وندخل سريعا في آداب الشرب. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، الشرب ممكن يكون بارد، ممكن يكون سائع، ممكن يكون على مختلف يعني عصير غيره. الشرب النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهات معينة للنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها. بداية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نستخرجها يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من أفواه القرب. يعني لا نشرب من أفواه القرب، بمعنى انه انا عندي خلينا نقول الزجاجه او الانينه او اي حاجه او الكوز اللي احنا بنشرب منه ما ينفعش. المفروض كل انسان نجيب كوبايات، او اولادي معايا في البيت او حتى في العمل او في اي مكان، كل واحد يشرب في الكوبايه المخصصه لي. ليه ما ينفعش كلنا نشرب، كلنا تمر علينا كلنا زجاجه واحده وكلنا نشرب منها؟ ما ينفعش ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم عارف طبعا وما ينطق عن الهوى،
عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه في ميكروبات في لعاب خاص بكل واحد فينا بيخرج منه، بيختلط بالماء اللي موجود في الزجاجة وبينتقل من الفم، يعني من شخص لشخص لشخص لشخص. فأنا كده بدي أرضية كويسة وأرضية ممتازة جدا أن أنا أنقل العدوى. فلا، إحنا نعمل إيه؟ نعلم أبنائنا من سنتين، طفلي من سنة ومن سنتين ومن سنة ونص، أنا لو ما عرفتش أعلمه في المرحلة ديت هيستمر على نفس الخطأ. فلا، ماما إحنا كل واحد يشرب في كوبايته، كوبايتك يا أحمد، كوبايتك يا محمود، كوبايتك يا علي، كل واحد في كوباية، والزجاجة تلف يعني على الجميع. أصلاً دلوقتي بسبب كورونا قال كل واحد يشرب من حاجة خاصة به، ده أصلاً موجود هو أصلاً من 1400 سنة. النبي كان أدب نبوي عليه الصلاة والسلام، أدب نبوي في الحقيقة، يعني إحنا لو التزمنا فيه هنوفر على نفسنا كتير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من أفواه القرب، وحديث أيضاً نستخلص منه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب وأنت واقف. نقعد، أصلاً الاستعجال مش مطلوب في أي حاجة، نجلس ناخد راحتنا في الجلوس، نشرب براحتنا، ما نشربش، ما فيش سرعة في الشرب، ما فيش استعجال، وإحنا عارفين إنه في مجرى للهواء ومجرى للتنفس. فتخيل الإنسان مستعجل وبيشرب بسرعة وهو واقف وبيجري ومش عارف إيه، ممكن تحصل استثناء مرة أنا مستعجل مش هينفع الظرف إن أنا أقعد غيره، لكن إنه هي على طول إنه تبقى كده لا. فإحنا استثناء ممكن مرة اثنين، لكن الأصل إن إحنا إيه، تكون الجلسة بتاعتنا جلسة مناسبة إن إحنا نشرب فيها الشراب. فأنا كده لا هشرب الماء أو أي شراب كان وأنا واقف، ولا كمان هشربه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو دلوقتي الشراب أثناء الوقوف ده حرام؟ لأن حد امبارح خصيصا أو أول امبارح كلمني قال لي الشرب واقف حرام، هل ده حقيقي؟ هو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، بس خلينا أقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقف؟ ورد، لكن الأصل إن إحنا إيه؟ إن إحنا نجلس وإحنا بنشرب الشراب. واكيد يعني اكيد لكل قاعده شواذ، يعني انا مش هخليها قاعده عندي ان انا على طول اشرب وانا واقف، اشرب وانا مستعجل، اشرب ليه؟ لانه انا اكيد الشراب دوت والطعام دوت اكيد في طريقه صحيه لازم اتعامل فيها معاه. طب انا خالفت الطريقه الصحيه ديت هيوديني لارضيه تانية ان انا هاذي نفسي، زي ما انا قلت حد بيشرق، حد مش ساعات تلاقي حد وبياكل وبيتكلم وبيشرب كلهم مع بعض نخبط على ظهره، ليه؟ لانه هو كان هيأذي نفسه، لانه المجرى اللي هو المخصص للهواء دخل مكانه ايه، طعام او شراب او غيره، يعني فممكن يهلك نفسه اساسا. من حديث النبي في النهي عن الشرب عن الشراب واقفا كان كرهة قول النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، ما امرتكم به من امر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. بقدر ما استطيع. انت قلت ان هو الشرب وهو واقف، ورد الشرب عنه وهو واقف. نعم. طيب، ليس للتحريم، ليس يعني للتحريم، يعني للكراهه. للكراهه. بس عفوا هكمل بس الحته الاخيره عشان نخرج من الشراب. حته انه احنا بنشرب الشاي بالذات بنطلع اصوات، صوت تحت بيرشف الشاي وبيطلع صوته وهو بيرشف الشاي. الصوت ده غير محبب، يعني من الذوقيات ومن الاداب ان احنا نشرب من غير ما نطلع الاصوات اللي احنا بنشوفها واحنا بنشرب. تفضل. ربنا يجازيك كل خير يا رب. شيخ ايمن، اخذ نقطه دي قبل ما تخش يا شيخ. تفضل. احنا من غرض البرنامج ان احنا نفيد الناس. نعم. احنا بنعلم الناس اداب وحركات وسكنات وافعال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الا بخير. نعم. علمنا ازاي نشرب، ازاي ناكل، ازاي ندخل الحمام ونقضي حاجتنا، ازاي نتعامل مع الناس، ازاي اتعامل مع اولادي، ازاي اتعامل مع زوجاتي، ازاي اتعامل مع الناس، ازاي اتعامل مع المسلمين او غير المسلمين، ازاي اتعامل مع كل الملل، ازاي اتعامل حتى مع الجماد، مع الحيوان. صح. علمنا الرقي في كل شيء. فالغرض يا جماعه عايزين نفهم نقطه مهمه جدا، لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الشرب وانا واقف يبقى اكيد في ان في الموضوع، في لغز. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني ان انا اشرب على 3 مرات اسمي وتناول شربة من الماء ثم انتظر واسمي واشرب شربة اخرى ثم الثالثة، في هنا في الغاز يا شيخ. بص يا شيخ، حط في بالك يقينا كل حركة من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بصحة، فيها صحة.
وفيها عافية. اكتشفوا في عصرنا شوف بعد 1400 سنة ان الانسان لو شرب مرة واحدة بتعمل تليف كبدي. فانت مع الثلاث شربات اول مرة تشرب بسم الله وتشرب المية بتنزل على الكبد بتدي له ايه استعداد استعد عشان فيه في مية نازلة تهيئة بتهيئ الكبد ان فيه مية جاية لك. المرة التانية يكون استعداد خلاص بقى وصل ل70% استعداد. المرة التانية اشرب زي ما انت عايز. فشوف يا اخي حتى الشراب في صحة لما تشرب على السنة في صحة. اكتشفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام على شقه الايمن اليمين. دلوقتي في عصرنا في الالفية التانية بعد 1400 سنة اكتشفوا ان كل الاجهزة الثقيلة في الجنب الايمن. فانت لما بتنام على الجنب الايمن الجنب الشمال خفيف تلاقي تسهل نبضات القلب تسهل خروج النفس ودخوله تسهل الدم في الشرايين. فشوف يعني يا اخي كل قال شيء احدهم قال احدهم علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء قد علمكم اياه. يا اخي صلى الله على من علم الدنيا العلم. انا عايز اوصل للناس لو انت اتبعت سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته وحركاته وكل هيئاته والله هتذوق كل شيء. اولا انت بتتأسف حبيبك رضا ربك عليك ثم ان انت كمان كل اعماله صحية كل حاجة بيعملها والله فيها لك خير. كل شيء عنده بمقدار. الله اكبر. الله دينا احنا بس نتبع سنة حبيبنا والله لنعيش حياة السعداء. والله لربنا يكرمنا ونعيش اصحاء بكل قوتنا. طيب عايزين نعرف كان كيف كان رسول الله يتعامل مع الخدم. صلى الله عليك يا من علمت الدنيا الحب. صلى الله عليه وعلم الدنيا الادب. خلي بالك من الحته دي قوي. حتى مع الخدم احنا ديننا شيخ احمد ما بيفرقش بين غني وفقير وهكذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. عدل ومساواه في كل شيء. ركز معايا لا فرق بين عربي او اعجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى. اللي بيفرق المقياس اللي ما بيننا ان احمد يبقى اتقى من ايمن او ايمن اتقى. هو ده الفرق بيننا وبين ان الله لا ينظر الى اشكالكم ولا صوركم كما اخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللي في قلبك قلبي لازم يكون فيه ايه حب رحمه لين فيه سلام فيه حب فيه عدل. مفيش حاجه اسمها بقى ده شغال عندي ده عبد عندي ده موظف عندي. ما هو دي برضك من دمي اللي احنا عايزين نعلم كل الدنيا ازاي اتعامل مع الخدم. الخدم دلوقتي ما فيش خدم دلوقتي او الخدم او زمان كان في العبيد دلوقتي ما فيش عبيد دلوقتي اللي هم بمثابه الخدم. نعم. العمال ناس شغاله عندي ناس شغاله تحت سيطرتي في المصنع في البيت ايا كان. نعم. شوف بقى جمال وحلاوه النبي. انا هديك بس حاجات نباتات بسيطه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ارقائكم ارقائكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون وإن رأيتم منهم شيئا لم يغفر يعني عملوا حاجة كبيرة فبيعوا عباد الله ولا تضربون أو ولا فلا ولا تعذبون أو ولا تعذبون. لو شفت منه خلق أو عمل معك شيء تجاوز تعمل إيه مش قادر وتتحمل هذا الذنب اللي عمله بيعه. لكن اوعى تمد ايدك عليه وتضربه اوعى تهينه اوعى توجعه. شوف دلوقتي بقى احنا لما بنشوف دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيضرب خادم شغال عنده او سائق شغال عنده ليه بيتعالى عليه بماله بيتعالى عليه بسلطته بيتعالى عليه بقوته مع ان ديننا مش كده ابدا. قسوة وبيقصر نفسه ليه عشان هو شغال عندك؟ لا ده انت كده عليك من الله الغضب. نعم. عليك من الله السخط ان انت كده ما بتتأساش بسنة حبيبك النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه اطعموهم مما تأكلون. عارف يعني شيخ احمد الاكل اللي انت هتاكل منه تطلع له منه مش ياكل من اكل تاني من اكلك. شوف دلوقتي لو معدي بعد السواق بتاعه ولا الخادم اللي شغال عنده ولا الشغالة ديليفري مثلا ديليفري جاي يبقى شايف اجمل واطهر واحلى الاكلات قدام عينه بس مش قادر. هو ده مش ليه نفس زيك مش ليه نفس بين جنبيه كده وممكن يصعب عليه نفسه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه اطعموهم مما تاكلون من الاكل اللي انت هتاكل منه الاكل اللي انت ايه هتاكل منه واكسوهم مما تكسون
اللي انت اللبس زي ما هتجيب لاولادك لو عنده اولاد تجيب له، او تجيب للخادم بتاعك لبس. شوف دلوقتي كم واحد شغال معاه عمال. يعني كان سيدنا النبي بيقول لسيدنا انس رضي الله عنه حينما يأمره بفعل شيء ولم يفعله يقول له لم يكن لقومي لو قدر الله ان يكون لكان، لو قدر الله ان يكون هذا لكان، لكن ربنا ما قدرش ذلك، يبقى ما نلومش العبد اللي هو موكل اليه فعل الامر ده. صحيح. يعني اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم. فصلى الله على من علم الدنيا الخلق. احنا بندي نبذات بس بسيطه لكل واحد عنده عمال، عنده خدم شغالين عنده في الفيلا او في القصر او عنده في اي في عمله في اذا كان في ورشتك او في مكان شغلك او في اي مكان، يا حبيبي تعامل معاه انه زي زيك. ده ممكن يكون عند ربنا افضل منك، ممكن يكون هو اتقى الى الله منك. يبقى اعمل ايه؟ واكسوهم مما تلبسون. الناس اللي شغاله معاه دي اوسع عليهم، زي ما بجيب لاولادي واجيب لزوجتي واهل بيتي، ما انساش العمال اللي شغاله معايا، الخدم اللي شغالين عندي، لان ربنا موسع عليا. يبقى انت توسع اللي معاك. حتى يا اخي والله يا شيخ احمد، انا طبعا وسط الناس، واي حد انت عارف بقى ايه بيشوف شيخ كده ايه بيقعد يحكي له، بسمع قصص فيها من الالم والوجع. يعني بيقعد يحكي لي ان شغال معه فلان وشغل وفلان مليونير، ويقول لي حتى في العيد ما بيدينيش كيلو لحمه. واحد تاني يقول لي والله ده معادني في اوضه تحت السلم ساقعه. انا ليه كده؟ حد الاسبوع اللي فات لسه مكلمني بيقول لي انا بقالي شهرين ما قبضتش. يعني النبي قال، كان قال لنا اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه، عرقه يعني قبل ما عرقه ينشف كده تكون انت مديله فلوسه. لكن ده ما عطل اجره الناس شهرين. دكتور ايمان، كنا عايزين نعرف ايه هي ذوقيات العمل وآداب العمل وإزاي أكون مميز في عملي. تمام. طبعا إحنا كلنا إما موظفين أو أعمال خاصة، المهم يعني هل هناك أمور معينة أو مهارات لو أنا تمتعت بيها هتخليني صاحب عمل مميز أو صاحب شخصية مميزة في العمل؟ آه، هناك طبعا أمور أنا لو تعاملت بيها أو يعني تميزت بيها في شخصي هتخليني إنسان مميز في العمل. نبدأ بالإيجابية. كيف أكون إنسان مميز؟ عن طريق الإيجابية. الإيجابية معناها إن أنا أكون إنسان مؤثر فعال، بأثر في المحيط اللي أنا بتعامل فيه، في محيط العمل، في دايرة الطريق، في دايرة بيتي، في دايرتي مع أهلي، في الدايرة المحيطة بي كلها أنا بحاول إن أنا أكون مؤثر. لي دور، لي بصمة، بتعامل مع الآخرين، بتفاعل مع الآخرين. وخليني أنطلق من قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا أنا كإنسان إيجابي فعال، ما بمرش بتعاملش مع الأحداث اللي حواليا مرور الكرام. كلمة اللي احنا عارفين، وأنا مالي، مش بنقولها على طول يا سلبية دي، وأنا مالي ما يخصنيش. حتى أحيانا يعني أهلينا، أنت مالك؟ طب أنا مالي، وده مال وده مال وده مال، طب وبعدين؟ لا، انا عندي حدث محتاج ان انا اوجه حد فيه. طفل صغير عمل حاجه، طفل صغير معلش اتشعلق بعربيه، حد قاعد جنبي وانا ماشيه في الميكروباص ولا في المترو، او حتى في المترو مثلا شفت راجل كبير في السن وشاب قاعد، اقول له معلش ده زي والدك امه قعده. في ايجابيه، عيل راكب الميكروباص وضوافره طويله، حبيبي يعني من سنن الفطرة ان احنا نقص ضوافرنا، والضوافر دي بيبقى فيها وساخة تحت الايد، وده بينزل في معدتك، وفي الاخر انت هيبقى عندك ميكروبات وهتبقى مريض والمرض هيمسك فيك. فالمهم انه الانسان في المحيط اللي هو بيتعامل فيه يكون ايجابي. كنتم خير أمة اخرجت للناس. ليه خير أمة؟ لان احنا بنؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر. انا الامور مش بتعدي عليا كده وخلاص، فلازم اكون ايجابي. ده بالنسبه الايجابيه، اكون انسان فعال واتفاعل مع المحيط ومع الاحداث سريعه، واقوم الناس. يعني لو في خطا اقول له ده خطا، لو هو محتاجني اقف معه. طيب، في قول عائشه رضي الله عنها وارضاها، لما النبي صلى الله عليه وسلم في الغار
خرج لعائشة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، والنبي صلى الله عليه وسلم هرول إلى عائشة، فعائشة رضي الله عنها قالت والله لا يخزيك الله أبدا، بدورت على الأمور الإيجابية اللي كان بيتعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ ليه والله لا يخزيك الله أبدا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتطعم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قعدت تسرد للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له كل الإيجابيات اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له والله انت ربنا مش هيخزيك، ربنا هيبقى واقف معاك، وربنا الخير ده ربنا خالص. فهي هنا ايه اللي الامور اللي انطلقت منها عائشة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها، تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، الامور الإيجابية اللي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة. نعم صلى الله عليه وسلم. فدي كانت نقطة الإيجابية. عندنا النظافة الشخصية، مهم جدا ان انا نظافتي. طبعا ابن خلدون بيقول ايه في مقدمته، الإنسان مدني بطبعه. نعم. يعني مدني بطبعه، الإنسان بيحتك بغيره، بيتعامل بغيره، بيختلط بالناس. طب أنا هختلط بيهم، واجب علي أن أنا أزيهم؟ يعني عفوا، أنا لو الشخص دوت ما بيهتمش بنظافته سواء الداخلية أو الخارجية، مش أنا هأزيهم بالرائحة الكريهة؟ نعم. أنا هأزيهم، فأنا المفروض أن أنا يعني ما أتسببش بإذاء ليهم. خلاص، فأعمل إيه؟ أهتم بنظافتي الشخصية. والله عز وجل في كتاب الكريم بيقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. تخيل انت خمس مرات وكل يوم طالع متوضي وطالع تلبس احلى لبس لابسه عندك. طبعا الحلاوه مش بالقيمه، مش بقيمه ان انا اروح احلى مكان اشتري منه لبس قيمه، يعني لا، نظافه على الاقل. هنكمل لكن بعد الاتصال. اتفضل اتفضل استاذ رجب. صباح الفل عليكم. صباح الانوار. بصراحة يعني منورين قناة صحة وجمال، انت وضيفتك المحترم. الله يجزيك كل خير. وجميع العاملين بقناة صحة وجمال وجميع مشاهدي صحة وجمال وبتسدونا بالحياة الحلوة بصراحة. الله يجزيك كل خير، الله يكرمك يا رب. بالنسبة يا ريت انا عايز اتكلم في حاجة، يعني حتى الاعلام كله كده بعيد منها خالص، اللي هو حقوق المرأة. نعم. المطلقة. النهاردة المرأة المطلقة، انا عندي 3-4 جيراني في الشارع عندي مطلقين لهم سنتين، ما فيش اي حد بيسال عليهم، حتى الرجال ما عرفش مالهم اليمين دول. يعني حتى الواحد لو معاهم عيال ما بيسالوش عليهم. نعم. وفي حاجه جديده كمان بالنسبه يعني المطلقات، في خمس رئيس الجمهوريه عامل 500 جنيه لكل مطلقه. نعم. تصدق دي ما حدش لحقها خالص خالص. بالنسبه لحاجه ثالثه برضك، التحايل على القانون. التحايل على القانون ده جريمة كبيرة في بلادنا. نعم. يعني الواحد تروح تتطلق عشان تاخد معاش لا تستحقه. نعم. فياريت مبركم المحترم تفتحوا لنا صفحة يا شيخ. إن شاء الله هنتكلم. وربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم لمرأة. المرأة بوجه عام. إن شاء الله لنا حلقات في الطلاق، إن شاء الله هنكمل فيها بإذن الله. وطبعا ظاهرة يا أستاذ أحمد، هي فعلا ظاهرة. هو في ناس بتتطلق على الورق رسميا كده عند القانون، تحايل. لكن التحايل، لكن المعاش في الشرع بقى هو متزوج عادي. ده طبعا موضوع خطير هنتكلم فيه، لانه ده ظاهره سلبيه في المجتمع الاسلامي وغش طبعا. نسال الله العفو والعافيه. الاخلاق الانسان في العمل، اخلاق الانسان في ممارسة عمله، والنظافة الشخصية، والذهاب إلى العمل. في ناس تنزل من تقوم من النوم ما تغسلش وشها على الشغل على طول، دي ظاهرة موجودة في مصر للأسف. ظاهرة العالم العربي كله، يعني مش مصر بس. هنكمل إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. انتظرونا بعد الفاصل.
رجعنا تاني لحضراتكم بعد الفاصل. خلوني الأول قبل ما نبدأ ننوه عن علاج السحر. طبعا عارفين الشيخ أيمن راقي شرعي يعالج من أعراض السحر والمس والشعوذة إلى آخره. كل إنسان عنده حالة، كل إنسان يعرف حد مصاب أو عنده صرع أو عنده مس أو شيء من هذا القبيل. أرقام التليفونات موجودة على الشاشة، تقدروا تتواصلوا مع الشيخ أيمن في هذا الأمر أو تتواصلوا معايا في اللي عنده حلم عايز تفسيره، عايز يعرف حاجة يتواصل معايا ومع الشيخ أيمن كذلك. الشيخ أيمن كنا تكلمنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ومع العمال والخدم، عايزين نعرف إزاي النبي كان بيتعامل مع الشباب اللي هم مستقبل البلاد. الله، كان النبي جميل صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الشباب بحكمة الله وأدب وابتسامة. إيه الموضوع؟ الموضوع كبير قوي فوق مما تتخيل وجميل قوي. النبي بيعلمنا إزاي نتعامل مع الشباب، لأن الشباب ده في مرحلة كده في السن ليه تفكير وفكر معين. فأنت لو تعاملت معاه بالغلظة، تعاملت معاه بالشدة فقط، مش هتعرف أبدا تسيطر عليه. انا بس انا عايزين نستفيد من الحلقه، انا هديك موقف واحد بس وكل الناس تقيس عليه كل حياتها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه في يوم من الايام شاب عليه الصلاه والسلام وقال له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. الله، تخيل بقى لو ابنك شفته بيراسل بيتكلم مع واحده على الشات او عامل علاقه غير رده الفعل، وانت عايز تنصحه، بنتك كذلك، انا عايز البس، انا عايز اعمل زي صحباتي، مش عارف ايه. شوف ازاي النبي كان بيتعامل مع الشباب. هو في اكتر من واحد يدخل لسيدنا النبي، عارف يعني ايه بتدخل داخل لنبي ويقول له: يا رسول الله صرح لي بكبيره من الكبائر. تخيل انت بقى لو ابنك دخل عليك وقال لك: انا عايز هروح اعمل حاجه زي كده او ازني في اي واحد، انا تعبان يا ابي او يا والدي، مش قادر، لا قادر اتجوز ومصاريف المهر غاليه وانا ما عنديش استطاعه، انا راح ازني، انت هتتصرف ازاي؟ ما بالك بقى ده دخل على سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل زجره النبي؟ هل طرده النبي؟ أبداً. هل قال لاصحابه اقيموا عليه الحد؟ ابدا، والله العظيم ابدا. طب عمل ايه يا عم الشيخ؟ اتعامل ازاي؟ لا، ده بكل ابتسامة جميلة أجلس الشاب، اقعد كده بإيه؟ بابتسامة. الله، شوف بقى الحوار النبوي مع هذا الشاب. يعني واحد غيره يغضب يثور، انت جاي للنبي تقول له اديني رخصة يا رسول الله ان انا ازني، انا مش قادر اتزوج. لا، ده بابتسامة أجلس الشاب، اقعد. شوف بقى بيعامله ازاي، حوار عقلاني، بيعامله بعقله هو. نعم. شوف بيعمل، قال له شوف الحوار الجميل عمل ازاي، وبقول لك بابتسامه. نعم. يا فلان او يا شاب، اترضاه لامك؟ لا. ترضى اللي انت ان اذا امك تكون كده في موضع الزنا اللي انت عايز تكون فيه؟ فالشاب كده وضع نظره في الارض، قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لأختك؟ ترضى أن أختك تعمل فيها كده؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لعمتك، لخالتك؟ قال له: لا يا رسول الله. قال: إذن لماذا ترضاه على غيرك؟ الله. إزاي أنت ترضاه أن أنت تعمله مع أي واحدة برة أو خارج نطاق الأسرة والعائلة؟ ترضى نفسك إزاي وما ترضاهوش لأهل بيتك؟ هنكمل بعد الاتصال. معنا أستاذة صفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه، انا اسالكم على حاجه الاول وبعدين اقول عن الرسول حاجه. عليه الصلاه والسلام. اتفضل يا ام. انا اسالكم يعني لو انسان بيعمل عمل صالح، لو انا يعني بعمل عمل صالح ديني او دنيا والناس اللي حواليا بتقلل من شأن،
نعم اعمل معاهم ايه او يستهزئوا بي يعني تمام اعمل معاهم ايه؟ تمام وعاوزه اقول لكم حاجه عن الرسول صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام اتفضلي. رسول الله يا غالي اشتاق اليك في كل احوالي، صلى الله اصلي عليه وسلم. عليك بقلبي وروح، فانت الحبيب المحبوب صاحب المقام العالي قائم الاخلاق والاوصاف، يا حبيب الله يا من اصطفاك مولاه، اكرمنا يا رب برؤيتك، اسعدنا بشربة من يدك، اعنا على اتباع سنتك، اجعلنا من الفائزين بشفاعتك يا ربنا يا من تتفضل علينا في كل وقت، رطب ألسنتنا بالصلاة والسلام على أشرف الخلق على الدوام يا رب العالمين، سلمنا من ضمة القبر، استرنا يوم العرض، ثبتنا على الصراط، متعنا في أعلى جناتك، ألهمنا الذكر والشكر، اللهم اكشف لنا الحجاب لنرى وجهك ونورك يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض يا إلهنا. أحسنت يا أستاذة صفاء، يعني ربنا يجازيك كل خير على مدحك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤالك هنجيب عليه ولكن في آخر الحلقة إن شاء الله. نكمل الشيخ أيمن. فشوف بقى الشيخ أحمد إزاي كان بيتعامل مع الشباب، شوف مواقف كثيرة جدا، ومن أهمها كان بيعطي الشباب دور كبير جدا. احنا دلوقتي مفتقدين كثير من الشباب والله، راكنين الشباب على جنب، اللي عنده علم اللي عنده اختراع اللي مع ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمني ازاي اطور من الشباب واخد اللي عندهم فكر عالي. لما تخيل لما يجعل أسامة بن زيد قائد للجيش، الله، وعنده كم سنة يا شيخ أحمد؟ 18 سنة وقائد، عارف يعني قائد للجيش، والجيش فيه عمر وأبو بكر وعلي وفي كبار الصحابة، أو عشان أسامة كان له يعني عقله نابغ، الله، قوة، شجاعة، عنده من المهارة في 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 في, في المبارزة والقتال. هو مش معينه كده عشان حبا فيه ان هو كان هو اللي مربيه، لا، عشان عارف ان أسامة عنده من الخطط والذكاء والقيادة، الله، شايف فيه القيادة، شايف فيه من الفطنة، وكمان لتقويمه بعد كده علشان عندك أخطاء دلوقتي نأهلك لأنك تكون قائد بعد كده، تقدر البلد تستعين بيك، تهتم بأفعالك. أحسنت، أنا عايز النقطة دي، الهدف. ابنك لو عنده هدف حلو نمهوله، في ابهات كتير بتسيطر على عقول الشباب عايزه يبقى زيه. انا دكتور لازم انت تطلع دكتور، لا، خطا، خليه يشتغل في المجال اللي هو بيحبه، طالما مجال كويس، مجال راقي، مجال ما فيهوش اي شيء من الحرمانيه، يا اخي نمي له موهبته. صحيح. انا عايز اتكلم، انا عايز، انت ده ابنك ليه؟ بص، الطفل بالذات يا شيخ احمد او الشاب بيبقى لازم عايز ليه شخصيه عايز ينفرد بيها، فانا ليه اربطه واجزمه بشخصيتي انا؟ ليه اجزمه انه يطلع زي انا؟ كل واحد له قدرات، الله يفتح، هو ليه قدرات ممكن تبقى احسن منك، اترك له قدرته. انا عايز اوصلك في الاخر ان سيدنا النبي محمد علمنا الرقي في التعامل مع الشباب، وازاي ادي كل واحد مكانه وكل واحد دوره في المجتمع. نعم نعم، احسنت وجزاك الله كل خير. ويعني احنا فعلا حقيقي مفتقدين هذا الامر في هذه العصور المتقدمه، اهتمام بالشباب، مفتقدين الشباب اللي للاسف دلوقتي اول ما بيتعلم ازاي يشرب سيجاره، اول ما بيتعلم ازاي يسب ويشتم، وفي ناس بتؤهل ابنائهم انهم يسبوا ويشتموا الناس، يعني يبقى الطفل لسه، خلي بالك يعني، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه، زي ما هتعود ابنك هيطلع، هتعوده على الصلاح والفلاح هيطلع صالح ومفلح، هتعوده على الفساد هيطلع مفسد وفاسد. نسأل الله العفو والعافية. أستاذة إيمان، بما أننا اتكلمنا عن الشباب، عايزين نعرف إيه هو مفهوم الثبات الانفعالي؟
طيب الثبات الانفعالي هي برضو من الأمور اللي هتخلي الإنسان مميز في عمله. بس هو سريعا أرجع خطوة كده، الالتزام بالمواعيد مهم جدا، على الأقل أن أنا أكون متواجدة في العمل أو اللقاء اللي احنا اتفقنا عليه قبل الموعد بربع أو يعني 10 دقائق خلينا نقول على الأقل يعني. نعم. أو حتى في الموعد يعني، بس التأخير أكتر من كده لا. العمل بروح الفريق، أن احنا لازم يكون متحبين متعاونين، كل كلامنا في لو أنا في عمل خلاص كل كلامنا يبقى عن العمل، كيف أطور هذا العمل، كيف نؤسس لهذا العمل. كذلك هرجع تاني حاضر للثبات الانفعالي، الاهتمام بالمظهر الخارجي، لأنه المظهر الخارجي بيدي الانطباع جميل. الانطباع الأول هو اللي بيدومه. أيوة بيديني فعلا أحسنت، بينعكس علي أنا بطاقة إيجابية. فتقريبا يعني علميا المظهر الخارجي كاهتمام بالمظهر الخارجي، وإحنا بنرجع نكرر مش بالقيمة، بالنظافة وبالشياكة، مش ان انا اشتري يعني لبس انفرد بيه غالي ب5000 و6000، لا ملوش علاقة خالص. نعم. النظافة والترتيب شيء وقيمة اللبس شيء اخر، لانه علميا 57% بيأثر في التواصل، التواصل المرئي بيني وبين اللي امامي. كمان عندنا التواصل، في عندنا تواصل لفظي طبعا وعندنا تواصل سمعي، لكن السمعي تخيل عليه 7% التواصل السمعي في توصيل الرسالة، واللفظي عليه 37%، اللي بياخد الكم الأكبر اللي هو التواصل الشكل الخارجي أو المظهر اللي هو بيديك الانطباع الأول اللي بيدوم عند حضرتك. عندنا قلنا العمل بروح الفريق، وقلنا الثقة بالنفس، وفي مقومات للثقة بالنفس، وعايزة أركز شوية أنه في فرق بين الثقة بالنفس وفي فرق بين الغرور. أنا واثق بنفسي، أنا الأدوات جاهزة أمامي، ما عنديش تلعثم في الكلام، عندي لباقة في الكلام، مجهزة الأمور اللي أنا هتكلم فيها، بتفاعل مع الإنسان اللي أمامي. الغرور إن أنا أتعالى على الآخرين، اللي هو الثقة بالنفس ملهاش علاقة بالغرور، مش أنا عشان أكون واثقة من نفسي أطلع أتعالى على الآخرين وأنظر إليهم نظرة الكبر. أيوة هو الكبر طبعا، نظرة علوية لا ملوش علاقة. أنا واثق من نفسي، بتعامل مع الآخرين عادي، وبحترم الآخرين عادي، وبقدر الآخرين عادي، وبتعامل معهم ما في من غير النظرة العلوية. نرجع بقى للثبات الانفعالي. الثبات الانفعالي خلينا نبدأ من حتة التحول. زي ما إحنا بنتعدي من بعض في الأمراض، بنتعدي من بعض في الأخلاق. بمعنى إيه؟ فلان كويس، وفلان الفلان اللي أنا بتعامل معاه في العمل أناني، أناني طماع، في صفات مش كويسة. أنا من كتر دايما أنا أحيانا بقعد كده أتكلم مع، يعني إحنا عموما نتكلم مع نفسنا، طب الحل الوحيد إيه؟ إن أنا أبقى زيه؟ يعني هو إنسان مثلا شديد الغضب، أبقى زيه؟ ولا أنا أخليه هو ياخد يتأثر بيا وياخد من أخلاقي. المرء على دين خليله. المرء على دين خليله. إحنا هنا بنقول لا للمتحولين. يعني إيه لا للمتحولين؟ طب إيه رأيكوا تعالوا إحنا نعديه من أخلاقنا الجميلة، بدل ما هو يعدينا من الأخلاق اللي عنده السلبية. نعم. فإحنا هنا لما بنقول ثبات انفعالي، أنا مش هاخد منه، أنا هأثر فيه وهديله. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تكن إمعة. يعني لا تكن إمعة؟ لا تكن إنسان مقلد ماشي ورا الموجة وخلاص. لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنتم. الناس لما بتعمل خير، والله إحنا ماشيين معهم بنعمل خير على 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 الخطوات اللي هم ماشيين عليها أنا ماشي عليها. وإن أساء الناس أسأتم، ولو هم عملوا غلط زي عارف أردى بنشوفه بالشلل، لما يبقى في شلة كده وأصحاب إحنا ماشيين معهم، عملوا خير أنا ماشي معهم، عملوا شر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ وطنوا أنفسكم، عود نفسك، إن أحسن الناس أحسنتم، لو الناس عملت خير أنا معاكم. طب وإن أساء الناس برضو أمشي معهم؟ لا، وإن أساء الناس أحسنتم. أنا ليا شخصية مستقلة بتعامل فيها، أنا ليا رؤية صح بتعامل فيها، بنطلق فيها من رؤيتي إنه أنا لازم أكون مطبق لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوتي في ذلك. طيب في حاجة بنتعلمها، إنه إحنا علشان طبعا احنا بنتكلم عن الثبات الانفعالي، انه الانسان ممكن يقتل، ممكن يضرب، ممكن يعمل اي عمل ويندم عليه، ويندم عليه في ساعة الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا 3 مرات لما الصحابي رضي الله عنه قال له يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب. والمرة الثانية قال يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب. والثالثة قال لا تغضب وليس الشديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس الشديد بالسرعة، مش
مش حته ان انت كل شويه صوتك عالي، وهم بيعلمونا كده ان انت لو صوتك عالي انت قوي، لو انت اكثر انفعال انت قوي. ابدا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الموقف بيتحتم عليا ان انا اكون شديد في الحق، اكون شديد في الحق. الموقف ما بيتحتمش عليا ان انا اضرب ولا اقتل ولا اخد خطوه اندم عليها فيما بعد ذلك. استوب، اعمل لنفسي كده اتزان نفسي، استوب، لانه انا لو عملت كده هوصل لاضطراب نفسي، وكل الجرائم اللي بتحصل هي نتيجه ايه؟ لحظه انا انفعلت فيها، وصلت فيها لاضطراب نفسي، خرجت عن الاتزان الانفعالي، خرجت عن الاتزان الانفعالي، وبالترتيب انه دوت ترتب على انه ترجم لسلوك عملي، ان انا اضرب، ان انا اقتل، ان انا ارتكب اي جريمه. هنرجع تاني لحضرتك، ولكن شيخ ايمن عايزين نعرف. انا عايز اعلق بس. اتفضل. احنا الغرض البرنامج ان هو حواري. نعم. احنا بنتكلم يعني ايه فن الاتيكيت بس بمنظور الاسلام. نعم. لانه والله الناس الغرب دول اللي عملوا الاتيكيت وغيره والله هم واخدينه من اسلامنا. صح، بضاعتنا ردت الينا. الاستاذ بيتكلم طبعا على النظافه الشخصيه. نعم. طب نرجع كده مع بعضينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف عنه انه جميل جدا. الله. كان بيشم اذا مشى من طريق ظل رائحة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق عليه عدة ايام. كان دايما ليه طيب معين معروف بيه، لو سلمت عليه الصلاة والسلام تفضل ريحة الطيب بتاعته في ايدك، يعني ده كان جميل ونظيف. نرجع تاني، صحابي بيسأله يا رسول الله عليه الصلاة، احب ان يكون ثوبي حسن. الله. ونعلي حسن، يعني لبس جميل، يعني ممكن مثلا زي دلوقتي اللغه تحصلها اكوي. انا اعرف والله واحده بتكوي لزوجها هدوم شغله وهو راجل صنايعي، يعني هدوم كلها مثلا زيت او شحم او بتكويها له، دي النظافه. فشوف بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احب ان اكون ثوبي حسن. هل هذا من الكبر؟ هل هذا يا رسول الله من الكبر؟ عليه الصلاه. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا، ولكن الله جميل، او ان الله جميل يحب الجمال. ده اللي انت بتعمله ده ربنا بيحبه. الله. ان انت تكون جميل، تكون انيق، فسحتك حلوه، هدومك جميله ونظيفه، ريحتك جميله، خلي الناس حتى وهي ماشيه جنبك تبقى فرحانه. انت حلو. خلي بالك انت بتبث طاقه ايجابيه للناس. هو مش بقيمه اللبس زي ما الاستاذه قالت، انا مثلا ظروفي على قدي، لكن بقيمه لبس اللي انا لابسه بيبان على مظهري ويظهر عليه النظافة. فأنا بقول لكل امرأة، كل أم، كل أخت، كل زوجة، بالله عليك زوجك وجهتك، زوجك ده وجهتك، بالله عليك خلي شكله جميل، لأن زي ما بيقولوا وراء كل عظيم امرأة عظيمة. نعم. لا امرأة شطرة، لا امرأة متفوقة. دايما خليك كده بين الناس ليه قيمة، عرف الناس إن الرجل ده مع ست جميلة أنيقة بتحافظ عليه، وهو حتى لو ما عندوش حسن التعامل وحسن فن ان هو يبقى نظيف، انت علميه فن الرقي من اخلاق النبي. احسنت والله يا شيخ ايمن، جزاك الله كل خير. وجزاك الله كل خير. للاسف ده همنا الوقت كالمعتاد. ان شاء الله. بس حابب انوه يا جماعه، الشيخ ايمن معالج لاعراض السحر والمس والشعوذه والناس اللي بتروح للمشعوذين. الشيخ ايمن راقي شرعي يرقي بالقران، فاللي عنده حاجه من الامور دي يقدر يتواصل مع الشيخ ايمن عن طريق التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، او اللي عنده حلم عايز تفسيره يقدر يتواصل معايا، ارقام التليفونات موجوده على الشاشه. وجزاكم الله كل خير، الى لقاء جديد يوم السبت القادم ان شاء الله. اترككم في حفظ الله ورعايته.